واش الجارات كنتمنى كاملين تكونوا بخير ولا خير كيف ما كتعرفوا التحليل ديال اليوم على مقابلة الرجال العالمي اولمبيك اسفي مقابلة الودية اللي انتهت في صالح فريق الرجال العالمي بالفوز اثنان مقابل واحد في مدينة الجديدة في مازاكا كلشي كيعرف هذيك اه المنطقة مقابلة استعدادية بعد التوقف الدولي مولوك مقابلة الودية حاليا هو فريق الرجاء العالمي ربحهم كاملين فريق خطير في المقابلة الودية ومقابلة الرسمية كنخرجو نتعادلو كنربحو في كازا بزز بروبليم فهمتيني ولا لا أهداف مقابلة كانت من تسجيل اللاعب زيلق اللي هدف اللي كيتعلق في مقابلة الودية في الاهداف ديالو والمقابلة الرسمية كيتعلق بالمهارات ديالو وتحركات ديالو غير ناقصينو الاهداف يعني في مقابلة الودية راه كيماركي مقابلة الرسمية راه كي هو خو بعض الهجمات الخطيرة حيت كيلعب بعض الدقائق القليلة نشوفو الزيلا بلي كيدخل رسمي في مقابلة الودية كيماركي لينا هاد المقابلة لي لعب وفي مقابلة الرسمية إذا ليش كنعطيو هنا عشر دقيقة عشرين دقيقة إذا المدرب خصو يكون عنده هاد النظرة الثاقبه أنه كيشوف في في الرسمية أحسن فهمتيني ولا لا يعني ملي كيكون رسمي حاجه مزيانه ما عندناش بعض اللقطات كثيره كيف ما كتشوفوا غنحاولوا نقربوا غير غير الجماهير من المقابله كيفاش داز الاحداث ديال عطيني غير ودنيك وسمع ليا اصابه دومينغو اللي دخل رسمي اصابه لي شنو جاد على على ما اظن لو غيكون واحد واحد الشهر على ما اظن ولا ثلاث اسابيع اللي, اللي غيغيب على الميادين ضربه موجي على الفريق الرجاء يعني بعد عودة جزار هوني ويمشي لك لاعب بحال دومينغو يلا بدا كيرجع المستوى ديالو يلا بدينا كنقولو غيعطي واحد الاضافة وغيمشي لك عاوتاني بعصابة عصابة واش جا ريكيبيري يا خويا واش جا كيفاش غي ريكيبيري واش جا رجعو في انسجام واش جا واش جا واش جا 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 هدا هو الاشكال كيفما كتشوفو لعنة العصابات كتلاحق فريق الرجاء أه دوينا على زيرا اللي سجل هدف دوينا على يونس اللي كاين مع فريق الرجاء العالمي كيستعد انه يسيني مع فريق الرجاء العالمي يعني كيدوز التيز ديالو يعني هو اللي سجل الهدف الثاني بالمرزوق لاعب اللي لعب في فرق كثيرة في اوروبا لاعب اللي قالك لعب في اليوفي اه كان في اليوفي سينا فيه ولا كان ما لعبتش شي ماتش زيرو ماتش مع اليوفي باش نكونوا متفقين غير كاين في السيفي انه كان عنده عقد مع اليوفي فهمتيني كان عنده عقد ماليوفي وكان ما لعبش معاهم يعني من 2021 ملعب كان عنده مشكل مع مدرب يعني 2022 ما لعبش 2023 ما لعبش ولي سجل هدف مع فريق الرجاء العالمي احصائيات ما كايناش ديالو لاعب اللي كان عنده مستقبل كبير لاعب لي عنده دوبل ناسيوناليتي فرنسا والمغرب لاعب اللي تألق مع المنتخب المغربي 17 سنه لاعب اللي عنده السي في فاش كان صغير ولكن ملي كبر مبقاش عنده السي يعني من 2021 اللي كان دار مقابلات كثيره ولكن من بعد كان عنده مشاكل مع المدربين وكان وقف التوقف ديالو ماشي في صالح الرجاق ما عرفناش المستوى ديالو يعني خلي المدرب هو اللي يشوف المستوى ديالو حنا كتهمنا اللي دخل يتقضي الغراض فهمتيني حنا كرا ما عندنا ما بهم كويري مرحبا بك جي لعب معنا هز فهمتيني ما بقيناش عندنا الحق فين نغلطوا نجيبوا لعابي سيني وفي الاخر ما يصدقش لينا ونبداو في الليتيج حذاري ثم حذاري من هادشي هذا ميساج للاداره والرئيس ومسؤولين ملي راجا كبيره وتسهل اللاعبين اللي جايين من عندهم مقابلات في رجلهم شوفوا الصاندوز وحسن منق شوفوا صاحبي كل لعابه كي من تشيلي من امريكا اللاتينيه لاعبين كيطيروا فهمتيني يعني تعلم الراجا شو الاهلي جاي كتجيب لك لعاب كتمشي تشوف فين كان كيلعب اخر اخر عام كتلقى لعب ما فرق كبيره والاهداف ديالو والسيفي ديالو حنا ديما لعاب 2020 سال الكره مالو كان مريح مخاصم ورده كان عنده الاختصاف ولا معرفتش هو كان عنده هادي داكشي ديال التخربيق حتى الراجا واش ولا مأوق السي محمد الله يرحم والدينا كنبغيو حتى حنا نشوفو لعابه جاي ستار يلا داربه مع فرقة أخرى جاي كل شيء عليه تحنا كنسيني وكل فرح وكا جاء ونكبرو بيه والسير أخوة تح... تحنا ما كانش في النيفو كنكونو نعاونوه على النيفو ديالو هاج عارفين اش كي سوا تحنا كنجيبو واحد ما عارفينش النيفو ديالو قاع حول جماعات تلاته مكيجيش ما كي يجيش كي, كي طا, طا 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 صافي ورا فري رميم كي الصفر على ما عمشيني خصنا اللي اللي هادشي لي كان على يونس بن مرزوق ودرنا عليه ودرنا كنتمناو حنا يكون مزيان كنتمناو الى سينا كنتمناو يكون مزيان فهمتيني انا راه غنشوفو آه ما غنشوفو المهارات ديالو انا بغينا ندير 2023 2022 2021 سهل الكورة المهم ولي سجل الهدف الثاني ما عرفناش الهدف الثاني كيفاش سجلو ما شفناش الاهداف والديجيتال دري ضد ديجيتال فين اصاحبي تاونا القيطاج تونا نهضرو تونا نشوفو الراي ديالنا تونا صاحبي بحال هاد اللعيبه خصهم يتصوروا قربوا الجمهور خصو يعرف راه خصك تخبي على الجمهور خصو يعرف تحية ليكم وحد موفق ليكم في الخدمة ديالكم مقابلة كانت غياب نفاتي في الرسمية غياب الزرهوني في الرسمية كان دخول بوزوق لي بروك عليه المارياج ديالو كان دخول زيلق كان دخول دومين قولي تصاب كان دخول بداويد بالعمري خفيفي آه وكان آه بالم آه بالمقدم على ما مقدم انا قلت مقدم لك هذه التشكيله كانت تسجل بيت على الراجا يعني دفاع في علامه استفهام كان كنناقشوها كان دخول ديال لاعب مبارك فلاس هولو اه ولي غائب على التدريب اه ولي مابقاناش من بعد الشجار اللي وقع ليه مع بعض الجماهير الرجاوية عرفناش مبغيناش نحكرو شوية مزيان بحال هاد الامور خزنوهم منبقاوش نحكرو صافي خلي الادارة تقوم بالواجب ديالها تعاقب دير اللي بغاش كنا الراجا خصنا نخليو حتى حنا كجماهير الامور مزيانة داكشي علاش هضرنا على فيديو مع آه الصحفي بالعودي وما بغيناش نبقاو الخبايا وقال لك كاينين بعض اللاعبين اللي كيخرجوا كي راه كنكونو عارفين شي حوايج كنهضروش عليهم فهمتيني تاع الا كان شي جزاك الراجع حاول ستة تخبي واحد شويه وهادشي اللي كان على مقابلة الوديه ملوك مقابله الوديه حاليا هو الراجع هي الراجع هي ملوك المقابلات الوديه كنربحوهم كاملين كنتمناو المقابله الجايه السيمانه الجايه اللي غتكون رسميه ربحوا حنا في المو... حنا في الصداره ب 17 نقطه وناصر فاش مع الجيش وبركان كنتمنوا الخير هذا اللي كاين خلي الراعي ديال في مقابله الوديه دراجة اليوم ربحنا سجل بن بالمرزوق اللي غادي يسيني في الرجاء يعني مقابله كانت لعبه في جديده في مازاكا مقابله استعداديه شقا في الفورمه اصابه دومينغ تمنوا ليه الشفاء وغادي نهضروا في فيديو الجاي ما نقولش كلام ولا غنهضروا مهم جدا 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 سطر لي على جدا اللغه العربيه عجبك الفيديو لايك ما عجبكش ديز لايك هادشي اللي كاين التحليل كان منطقي الاحداث اللي وقعات بدون لقطات راق